للمزيد أيضا ينضم إلينا دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. أهلا بك دكتور إلى هذه التغطية الخاصة لهذا الحدث الهام. وفي هذا الشأن أبدأ معك دكتور في الحديث عن مسألة المبادرات الرئاسية المصرية في مجال الصحة ودورها في تطوير منظومة الصحة في مصر في الفترة الأخيرة. احنا بنشوف انه المبادرات الصحيه اللي اطلقها سياده الرئيس الحقيقه نقلت مصر نقله نوعيه في مجال الصحه. فمثلا احنا عندنا وفي البدايه كانت المبادره للقضاء على فيروس سي، والحمد لله اصبحت مصر حاليا خاليه من فيروس سي، وده كان مشكله كبيره بتسبب تليف الكبد وفشل الكبدي، وكان من اهم المشكلات الصحيه المتوطنه في مصر. لكن الحقيقه تلاتها مجموعه كبيره من المبادرات الصحيه اللي فعلا استطاعت انها تنقل مصر نقله نوعيه في مستوى الخدمات الصحيه اللي بتقدم. وبنشوف قد ايه حصل رفع كفاءه المستشفيات، واللي تم فعلا صرف عليه اكثر من 29 مليار دولار، الى جانب كمان انشاء مستشفيات كبيره واطلاق مبادره التامين الصحي الشامل اللي فعلا بدات تعمل تغطيه كبيره للمواطنين. كمان الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحيه المزمنه في مصر، وده الحقيقه ساعد الى حد كبير في انه احنا نقدر ان احنا نعرف الوضع الصحي الحالي في مصر. وبهذا المستوى الحقيقه بدات كمان شركات الادويه في إنتاج معظم الأدوية، ويحصل اكتفاء ذاتي في مجال تصنيع الدواء، إلى جانب كمان إنشاء مراكز البلازما ومشتقات الدم، وكمان إنشاء عن طريق فاكسيرا قدرنا إن احنا نصنع اللقاحات اللازمة. وده الحقيقة بيخلي مصر عندها كثير من الخبرات اللي ممكن انها تنقلها الى الدول المجاوره، وخاصه الدول الافريقيه. وده نعم، وهذا كان امر واضح جدا دكتور اشرف وقت ذروه كورونا، عندما بدات مصر في تصنيع اللقاحات والادويه الخاصه بكورونا، وايضا عندنا مدينه الدواء، وهذه كلها بالتاكيد انجازات هامه، وخاصة أن كثيرا ما كان يتحدث سيادة الرئيس على أن الهدف ليس فقط خدمة مصر لكن أيضا الدول المجاورة والدول الإفريقية وكل من يحتاج. ده صحيح، وده فعلا كان السبب الرئيسي في عمل هذا المنطقة، منطقة صحي الأول، وكان فرصة لأن نكون معرض لأكثر من 102 دولة تقدر أنها تعرض فيها منتجاتها وخدماتها الصحية. نعم، مما لا شك فيه أيضا أنها وليست هي المرة الأولى، عندما يتحدث مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانم فيوجه الشكر لسيادة الرئيس على نجاح مبادرة 100 مليون صحة. أهمية الحديث عن هذه المبادرة وأهمية الحديث عما تم إنجازه من قبل حياة كريمة حتى تكون تجربة من الممكن أن يتم الاستقاء منها في الدول الإفريقية الأخرى، وخاصة أن أيضا المسؤولين في الدول الإفريقية الأخرى الذين كانوا متواجدين بالفعل في الجلسة النقاشية كانوا يتحدثون عن أهمية التعاون فيما يتعلق بهذه المجالات. احنا كمان شفنا أنه نائب رئيس دولة زيمبابوي ووزير الصحة اللي فعلا أكد على أنه ضرورة نقل الخبرات المصرية في قدرتها على الاكتفاء من الأدوية وعلاج مشاكلها الصحية المزمنة. وده طبعا بيخلينا في موقع ريادي ويقدر أن هو يدينا الفرصة لكثير من تبادل الخبرات، وكمان نقل هذه الخبرات إلى الدول المجاورة بعد ما فعلا استطعنا أن احنا يعني نقضي على مشكلات كبيرة كان بيعاني منها المواطن المصري. إذن شكرا جزيلا لك دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس.